حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشفت لجنة النزاهة عن سرقة نحو 800 مليون دولار من حسابات حكومية في مصرف الرافدين الحكومية، وأكدت اللجنة أنها خاطبت وزارة المالية للتحقيق في الأمر وبيان الأرقام الحقيقية للمبالغ والأشخاص المشتبه في استحواذهم على تلك الأموال. وحتى الآن لم تعلق حكومة الكاظمي على القضية، لكن مصادر في وزارة المالية أشارت إلى أن الأشخاص المعنيين بهذا الملف محسوبون على حزب الدعوة الذي يتزعمه نور المالكي. انخفضت مبيعات الدولار النقدي من البنك المركزي العراقي والمصارف والشركات التوسط بشكل كبير لتصل إلى أقل من 5 ملايين دولار بفارق اليوم السابق. وباع البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار باع 221,852,474 دولارا، وذهبت نسبة 98% من هذه المبيعات على شكل حوالات واعتمادات لأرصدة الخارج. تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف متأثرة بمكاسب الدولار وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتراجعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بمقدار 10% لتصل إلى 1,665.89 دولارا للأونصة بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 3 تشرين الأول. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بمقدار 20% أيضا لتصل إلى 1,672.60 دولارا للأونصة. تراجعت أسعار النفط مواصلة خسائرها التي بلغت نحو 2 في الجلسة السابقة 2%، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسط الأمريكي 90.73 دولارا للبرميل لينخفض 40 سنتا بعد تراجعه بمقدار دولار 1.51 في الجلسة السابقة. وأدى ارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي. أظهرت حسابات مجموعة بوستن للاستشارات من خلال دراسة لها أظهرت أن نقص العمالة يفقد ألمانيا نحو 84 مليار دولار من ناتجها الاقتصادي. وقالت المجموعة إن الخسائر في الاقتصاد الألماني هي ثاني أعلى الخسائر بعد الولايات المتحدة مقارنة بأقوى الدول اقتصاديا، مشيرة إلى وجود نحو 2 مليون وظيفة شاغرة في الربع الثاني من هذا العام. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار العملات. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.